بعد بقى فترة كده قام جه القذافي، كان بيحب جلال جدا وكان بيروح مع عبد الناصر هناك وكان بيشوفه كده، فطلب من انور السادات ان هو يروح ليبيا طلبوا رسميا بقى. رسميا. فدي الفترة اللي راح فيها ليبيا، حضرتك سافرت طبعا معاه في الفترة دي؟ طبعا سافرت معاه، يعني ما كانش ممكن ان انا ما سافرش، يعني سبت طبعا، بطلت شغل، سافرت معاه، قعدنا 2 سنين هناك كاملين. انت يعني يعني مدام ليلى، انت بتدينا بتخلينا ان احبك زياده. يعني انا بصراحه كل ما نسمع الجوانب الجميله بتاعتك دي بنحبك زياده، يعني مش مجرد نجمه بنحبها من الشاشه وفنانه كبير، انما ابقيتي في اللحظه دي الزوجه والانسانه قبل الفنانه، برغم ان عارفين حبك الشديد للفن. لا طبعا طبعا، يعني انا احساسي ساعتها نسيت كل ده، يعني نسيت شغلي ونسيت اسمي ومشهورتي وكل ده نسيته، وحسيت ان انا جوايا حاجة واجب لزوج حصل له ازمة زي دي لازم اقف جنبه طبعا، يعني ان شاء الله ادوس على الدنيا كلها، يعني ده شيء طبيعي بيتهيألي لازم كل واحد يعمل كده، يعني مش شايفة ان انا عملت يعني حاجة لا خارقة يعني او غير لا لا، عادية. احنا يعني عايزين نقول انه يعني حضرتك نوعية بتختلف عن نوعيات، يعني مش هنقول طبعا حوادث فنانات اخريات ونجمات اخريات، في لحظات بيفضلوا طبعا شهرتهم فقط قبل كده. احنا عايزين نقول ان ده جزء من الايثار، يعني على ايثار النفس، انه ما تمسكتيش بانانيتك في نجاحك ونجوميتك الكبيره، انما حبيتي الحته الانسانيه اكبر كانت طبعا واشمل في حياتك، ودي حته جميله جدا جدا جدا. يعني حقيقي. انا بس نفسي اسال حضرتك على ايام الغربه اللي انت قضيتيها بعيدا عن الاصدقاء، بعيدا عن الشهره، بعيدا عن الاضواء، بعيدا عن الصحافه، بعيدا عن كل حاجه، كانت ايه؟ كلمينا عنها. كانت مش سهل، يعني مثلا انا قعدت 2 سنين ما نزلتش ولا يوم مصر خالص، يا خبر. في الوقت اللي كل المصريين اللي كانوا هناك كانوا رجالة بس اللي قاعدين والستات بتوعهم مش ما موجودين، بيقعدوش. كان ييجوا في الاجازات يقعدوا 2 3 يوم معاهم وينزلوا وخلاص. ف تصوري ان انا خدت السفراجي بتاعي معايا، ما قدرش يستحمل اكتر من 3 اشهر، قال لي مش قادر، مش لاقي حد يتكلم معاه، مش لاقي حد يقول له حاجة. يعني خصوصا احنا كنا مدين لنا فيلا في منطقة كلها اجانب، فما كانش ليا علاقة خالص باي حد في ليبيا نفسها، يعني ايوه. او زي ما تقولي ما كانش عندي وقت، يعني عارفة ليه يا مدام ليلى؟ ده ما فيش هناك شغل، ما فيش اي حاجه، يعني حضرتك كانش عندك وقت ليه؟ ازاي بقى ده انا الشغل كله السفراجي اللي عندي بقولك ماشي. ماشي، مين هيعمل بقى الشغل؟ مفيش هناك ناس بيجوا يشتغلوا يعملوا حاجة في البيوت وكده، مفيش. فبقيت انا اللي بعمل كل حاجة، بعمل الطبيخ، بطبخ والمكوى البيت والغسيل في تحطيها، كل حاجة كل حاجة كنت بعملها، وزائد على ده كمان عندي جنينة طويلة عريضة نصها ورود، نفضل نزرع في ورود. جالا كان بيشتغل نص يوم، ما كانش بيشتغل اليوم كله، اليوم كله. فاليوم من النص يوم ده ليا انا لوحدي بقى لشغل البيت وكده، والنص التاني انا وجلال بقى ننزل في الجنينة، هو يقعد يزرع بقى الورد ومش عارف ايه، ويروح يشتري ورد كله حاجات تجنن، ونقعد بقى نزرع فيهم. تتفننوا في الزراعة. وبعد كده منطقة تانية عملناها خضرة، الله، ملوخية على كوسة على قوطة، كفاءة كل الحاجات جاتشي دي بقى كانت بتطلع على فكرة مش وبتنجح. عارفة. فكنا بنضيع وقتنا في الحاجات دي كلها الحقيقة. هو كان مبسوط بالحياة بعيد عن مصر ولا كان متضايق؟
جلال مأساته كانت إنه بيحب بلده جدا وبيعشق عمله، عمله هو عمله اشتغل. بيعشق عمله، لا عمله ده ملوش علاقة بمصر، ده مصر هي دي حياته، وشغل الإذاعة ده والميكروفون دي حياته. هو ما كانش بيشتغل في الإذاعة؟ يعني كان بيذيع بس مش شغلته اللي هي المفروض يعني، عارفة؟ فدي عملت جواه شرخ كبير قوي. صحيح طبعا يعني، اكيد فتعبته يعني، يمكن الحاجات دي كلها جت ورا بعضها، وهي السبب اللي خليته يعيا ويحصل له اللي حصل.